ولهذا بغينا ايضا معكم نوجه رسائل الى اسبانيا. اذا ما كانش عرض اقتصادي في المستوى ديال المغاربه ديال اليوم راه يمكن تكون واحد التبعات اللي يمكن اسبانيا غتأدي الثمن ديال غتأدي الثمن عليها. واذكر في الميدان الديني لما كانت الصلاه وسط مني كتقام باسم امير المؤمنين ما كانش مشاكل اسبانيا. لما اسبانيا منعات انه الصلاه تقام ويبقى الشعائر الدينيه المغربيه اليوم كتعيش مشاكل وتعيشها اكثر في المستقبل. وكنا نبهناهم عليها، نبهناهم انه الدين المغربي والشريعه المغربيه هي الضمان لاستقرار ووحده هذه الامه.